بتطلع الدور لكن هون مكاني اشوف اخبار ولا هو يلا شباب كل واحد يمسك شغلته فوق راسك تمنياتي لهذا العام الجديد بتمنى لكل الشعب الفلسطيني ان يكون في اتم صحه وعافيه وايضا تمنياتي للاسرى بالفرج القريب العاجل ان شاء الله. رسالتنا بالذكرى 56 للانطلاقه المارد الفتحاوي هي رسالة كل فلسطيني إنه بداية يعم الأمن والسلام على أرضنا شعبنا يعيش بحرية، والرسالة الأهم هي رسالة أسرانا المواسل وبالأخص اللي طابعين في العزل في زنازين السجن السجون الإسرائيلية، نأمل لهم الفرج العاجل والفوري وشكرا لكم.